وللعيد بهجة غامرة في قلوب الأطفال لما يتضمنه من أجواء البهجة والفرح والسرور. فالأطفال يترقبون بشغف قدوم العيد للبس الملابس الجديدة والحصول على العيدية إضافة إلى شراء الألعاب والخروج إلى الأماكن العامة الترفيهية. في مختلف دول العالم يتجهز الأطفال ليوم عيد الفطر المبارك مرتدين ملابسهم الجديدة بكل سعادة وفرح. ورغم العادات المختلفة لكل دولة في طريقة الاحتفال بهذا اليوم إلا أن فرحة الأطفال واحدة <applause> من مظاهر الاحتفال في يوم العيد لدى الاطفال ان ينتشر الاطفال في الاحياء ويطرقون ابواب المنازل مرددين انشوده العيد فيخرج لهم صاحب المنزل ليعطيهم العيديه التي يحصلون عليها ايضا من التجمعات العائليه ويعتبر الخروج الى الاماكن الترفيهيه والزيارات العائليه في عيد الفطر من اهم مظاهر الفرح التي تبهج قلوب الاطفال فهي فرصه للالتقاء باصدقائهم واللعب والمرح عيد الفطر المبارك مناسبه دينيه سعيده حث الدين الاسلامي الحنيف بان تحيا فيها مظاهر الفرح ومعاني الاحسان وصله الارحام مما يغرس في الاطفال المبادئ الاخلاقيه الحميده